لنستمع للطالبة والمتنافسة رندا باللوصيف من ولاية الصيف، نتوسع في التعرف عليها أكثر في هذا البورتري. معكم المتسابقة رندا باللوصيف من ولاية الصيف. أبلغ من العمر 21 سنة. قصتي مع القرآن الكريم بدأت في عمر 4 سنوات من مدرسة حمزة بن عبد المطلب ببلدية عين زال، حيث هناك تعلمت القرآن الكريم وحفظته كاملا والحمد لله، وتعلمت أحكام التجويد. مسابقة تاج القرآن الكريم هي حلم الوالدة بالدرجة الأولى، فهي من كانت تتمناني أن أجلس على ذلك الكرسي الأحمر، وأنا أقول لها من هذا المنبر وعدتك بأن أوفي لك كل ما تتمنين، وسأوفي بوعدي بإذن الله تعالى. نرحب بالطالبة رندا باللوصيف من ولاية سطيف. مرحبا. أهلا وسهلا بك. مرحبا. الله يبارك فيك إن شاء الله. افتحي المصحف على الصفحة 481. اقرأي من قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. السلام عليكم. أقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بقصر البدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حسبك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.